مبادرة عالمية كبرى تحت مسمى الابتكار الزراعي المناخي تم إطلاقها رسمياً في قمة المناخ COP26 المنعقدة في غلاسكو بالمملكة المتحدة. المبادرة التي تقودها الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أيدتها أكثر من 30 دولة و48 وكالة غير حكومية. The agricultural sector also has a vital role to play. As stewards of the land, our farmers belong on the front lines of the climate fight. And together with United Arab Emirates, I'm proud to announce the launch of Agricultural Innovation Mission for Climate. جاءت المبادرة لتطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً على مدى الأعوام الخمسة المقبلة بتكلفة أولية تصل إلى 4 مليارات دولار. تأتي أهمية المبادرة من أن القطاع الزراعي مسؤول عن نحو 25% من الانبعاثات الضارة بالبيئة عالمياً، ومن أهدافها تعزيز المساهمة الاقتصادية للقطاع الزراعي، تأمين فرص عمل أكثر في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر الغذاء لكل سكان الكوكب، تحسين الإنتاج الزراعي والحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي، تعزيز القدرة على مقاومة عوامل التغير المناخي وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وعزل الكربون. المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر كشف أن دولة الإمارات كانت سباقة في تركيزها على الابتكار والنمو الأخضر استعداداً لمرحلة التحول في قطاع الطاقة، حيث استثمرت 17 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم. المشاركون في مبادرة الابتكار الزراعي المناخي يعتزمون تشجيع القطاعين العام والخاص على زيادة الاستثمار في ابتكار أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً، ويلتزمون بزيادة استثماراتهم في برامج دعم الابتكار في القطاع الزراعي. رؤية قيادة دولة الإمارات ترتكز على إيجاد حلول عملية لتداعيات تغير المناخ، ولتحقيق هذا الهدف تعهدت الإمارات بمليار دولار إضافية لاستثمارها كجزء من مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ.